أخذت الفيلا وطردت أمه. ريم طارق تنتصر على حسن شاكوش، خدت الجمل بما حمل وقدرت تاخد الفيلا بكل اللي فيها، وطردت أم حسن شاكوش وإخواته وزوجاتهم. ريم طارق انتصرت على حسن شاكوش، فيا ترى الحكاية؟ محدش يقدر ينكر إن قضية حسن شاكوش ومراته ريم بقت قضية رأي عام، والناس كل يوم بقت مستنية آخر التفاصيل فيها. القصة يا سيدي بتبدأ من ريم طارق مرات حسن شاكوش، لما قدمت بلاغ ضده اتهمته بطردها من البيت وإنه سرق وصل أمانة بديل مؤخر الصداق. حسن مسكتش وراح عمل محضر ضد مراته ريم، وقال إنها استولت على 500,000 جنيه وأخدت مجوهراتها وهربت من البيت، وإنها كانت متجوزة قبل كده وما قالتش ليه، وإنه عارف جوازها من السوشيال ميديا. ووسط الاتهامات دي النيابة استدعتهم واستمعت لأقوالهم، لكن في النهاية أقرت النيابة بتمكين زوجة حسن شاكوش من الفيلا اللي كانوا متجوزين فيها، وبقت من حق ريم بعد ما منعها تاخد حاجتها. طبعاً لما بقت الفيلا في إيد ريم الكل بقى يسأل هي ليه باين عليها الفرح ده كله، والسبب إنه ريم اتمكنت من فيلة حسن شاكوش. لكن لما راحت أجهزة الأمن لمقر الفيلا في كومباوند في أكتوبر، عيلة المطرب حسن شاكوش والدته وإخواته وزوجاتهم منعت الشرطة ومحامي ريم من تنفيذ قرار التمكين. راحت ريم للاسم وعملت محضر باللي حصل وإنه تم منعها من دخول الفيلا، وقامت ريم طارق مرات حسن شاكوش بتصوير مقطع فيديو بتوثق فيه اللي حصل وتعرضها للتهديد من زوجها حسن شاكوش أثناء تنفيذ قرار التمكين، وقامت قوات الأمن بطرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا. تفتكر حسن شاكوش يسكت أبداً؟ الدم جاري في عروقه وراح تهجم على زوجته ريم طارق بالألفاظ، وقام بتهديدها وتخلى قوات الشرطة تاخدهم كلهم للإسم، وفي إسم الشرطة قالت ريم بأن حسن هددها وقال لها هتقعدي لوحدك، وسبها بألفاظ جارحة قدام الفيلا. وفي الوقت ده بثت ريم مقطع فيديو عبر صفحتها على الإنستجرام، وده خلى قوات الأمن تاخدها للإسم. وريم طارق قالت أنا ما قلتش سبب المشاكل وما عملتش حاجة غير أني جاية أخد هدومي لأني كنت ممنوعة من الدخول، وهو بيشتمني قدام الناس ويبهدلني، وده المكان اللي ساكنين فيه وقاعدين فيه لوحدنا، وهو جاب أهله وأنا مش معايا حد من أهلي. المثير إن كل التطورات دي حصلت بعد شهرين بس من الجواز، بعد ما اتعمل فرح قلب الدنيا كلها ودفع فيه حسن شاكوش 1,000,000 جنيه. لكن المفاجآت اللي كشفتها الأزمة دي خلت حسن شاكوش يقول راحت فلوسك يا صابر، وقالت ريم إن حسن طلب منها إنها تسجد في قاعة الفرح. والمفاجأة التانية إن زوج ريم الأول ظهر وكشف كتير من الأحداث، لكن بعد اللي حصل يا ترى الصراع هيفضل مستمر لحد امتى؟